بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مره تانية كل متابعين شرح ماث جريد 5 النهارده ان شاء الله هناخد مجموعه من اسئله المالتيبل تشويس كويشنز من داخل الكتاب المعاصر ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو سبسكرايب للقناه عشان نستمر في شرح ماث خمسه ابتدائي تشوز ذا كوريكت انسر اول سؤال عندي 4.7 plus 3.07 اول حاجه اتفقنا عليها اكويت ديسمال بليسز first number عندك 1 place بليس second نمبر 2 decimal places. يبقى على طول بكتب زيرو في ال 100 place. بليس وابتدي اعمل ادينج عادي جدا 0 plus 7 is equal to 7 بعض الناس بتبدا from left طبعا ده خطا المفروض دايما بتبدا من الرايت right. يعني من على يمينك وتشتغل 7 plus 0 equals 7 bring down the decimal point 4 plus 3 is equal to 7 يبقى الانسر الموجوده عندي 7.77 يبقى الانسر عندك هتلاقيها C Number 2 0.04 0.4 بكل بساطه just insert 0 zero in hundredth place دي لان انت عندك هنا two decimal places وهنا one decimal place بعد كده هتبتدي تعمل adding عادي جدا 4 plus 0 is equal to 4 0 plus 4 is equal to 4 bring down the decimal point and bring down 0 in its place so we get 0.44 يبقى الأنسر عندك هتلاقي إيه. number 3 1.7 plus 0.2 1.33 plus 0.51 احنا محتاجين نعمل comparing between the two sides يبقى الأول لازم تجيب the value at the left وبعدين ال value the right, وبعدين تعمل comparing. 7 plus 2 is equal to 9. Bring down the decimal point. 1 plus 0 equals 1. يبقى انا عندي هنا 1.9. الناحية التانية 3 plus 1 equals 4. 3 plus 5 equals 8. Bring down the decimal point. 1 plus 0 equals 1. خد ان انت لازم تعمل ايكوي ذا قبل ما تعمل يفضل ذلك وبالتالي insert زيرو ان هاندرث بليس بعد كده تبدا تعمل الكومبيرنج from left to right 1 1 they are the same point point they are the same in tenth we have nine in tenth we have eight. Nine is greater than eight so left hand side is greater than right hand side يبقى على طول هتختار إيدي ترزاني، عندك هتلاقيها سي. (number 4) 0.5 دي ممكن تجيبها على طول المنتال مات عبارة عن 2.05 طب ودي؟ دي لازم تعمل لها adding عادي جدا 7 is equal to 4 أو 14 وأحط الـ 1 over 1 it will be 2 يبقى أنا عندي هنا 2.4 هنا 2.05 وهنا 2.4 بكتب 0 هنا أصبح إن عندي 500 وهنا 40 100. يبقى على طول هختار لي يبقى الأنسر عندك هتلاقيها إيه؟ Number 5 محتاجين نجيب الأنسر اللي دي أو السامبل دي هنا أنا عندي 1 decimal place وهنا 2 decimal places يبقى إنك تكتب 0 هنا 0 plus 5 is equal to 5. Then five plus zero is equal to five. Bring it down the decimal point. The is two whole numbers. Two plus seven equals nine. nine plus three equals twelve. Write two, and the carry one over eight. It will be nine. Nine Mister plus one equals ten. Write zero, and the carry one over two. It will be three. Three plus five is equal to eight. يبقى الانسر عندي هتلاقيها 8000 يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه لو انت هتحس نفسك انك بتتلخبط حاول تعمل align the two numbers above each other وده افضل طريقه تعال بعدها 1.013 يبقى هنا عندي 3 decimal places وهنا 3 decimal places يبقى انا اقدر اعمل adding على طول 3 plus 8 equals 11 1 over 1 it will be 2 2 plus 9 equals 11 bar 1 over 0 it will be 1 1 plus 9 equals 10 bring down the decimal point and 1 over 1 it will be 2 2 plus 15 على طول بقدر اكتبها 70 يبقى الانسر عندك 17.011 بالانسر عندك هتلاقيها دي نمبر 7 سؤال مهم جدا وكلنا بنتلخبط فيه 7100 plus 900 بعض الناس بتجيبها المنتال ماث طب اجيبها المنتال ماث ازاي كل اللي عليك هتقول 71 بلس 9 هتديك 80 طب 80 ايه 80 100 بعض الناس تقول لك ايه طب انا هكتب 80 100 ان ديجيتس طب ازاي بكتبها 0.80 هتلاقي ايه 0.80 موجوده عندك اه هتلاقيها موجوده طيب موجوده فين موجوده هنا بس هو هنا مش عايزها يا مستر بالصوره دي فبالتالي مش هتلاقيها موجوده ده هو عايزها هاو تنث يعني هاو ميني تنث هنا يعني كان في التنث عندك هتلاقيها ايه تنث اهي ايت في التنث فبكتب ايه تنث الطريقه دي لحد ما بعض الناس ما بتفهمهاش فاحنا بنلجأ للطريقه الثانيه الطريقة التانية تعتبر أسهل شوية لأن واضح بالنسبة لنا. طب إزاي؟ كل اللي عليك إنك تكتب 7100 بس in digits. طب أكتبها إزاي؟ 0.71 ودي خدناها في الدرس الأول. بلس 900 أكتبها إزاي؟ 0.09 بالك هنا إن عندك أنت 0 ان tenth place. وبعدين تعمل ادنج عادي جدا 1 9 10 تحط الزيرو 1 over 7 it will be 8. 8 plus 0 equals 8. Bring down the decimal point, bring down 0. ده عبارة عن 0.8 equivalent. طب أنت لما بتقرأ 0.8 بتقرأها إيه؟ بتقرأها 8 التنث. يعني دي ممكن أكمل كده وأقول equals ايه؟ 8 التنث. ايه أهي. دي بنسميها short word name. يبقى الأنسر أو الميسينج نمبر عندك هيكون دي اللي هو 8. ايه. سؤال مهم جداً نمبر 8 زيه بالظبط 400th 35000 روح على الطريقة السهلة eight hundredth او أو 400th بتكتبها 0.04 plus 35000 اكتبها 0.035 وابتدي أعمل adding قبل ما اعمل ادنج اكويت ذا ديسمال بليسز بكتب 0 هنا يبقى 0 بلس 5 ايكوالز 5 4 بلس 3 ايكوال تو 7 برينج داون 0 بوينت 0 طب دي معناها كام؟ معناها 75000 يبقى اكتبها كده 75 وبعدين اكتب كلمة thousands كلنا عارفينها with THS يبقى انا اكتب هنا 75000 اهي يبقى الميسنج نمبر 75 يبقى الانسر عندك هتلاقيها 75000 هتبص في الحاجات الموجوده مش هتلاقيه كاتب 75 وتلاقيه كاتب لك 0.075 ودي اقرب حل بس دي خطا يعني ده يعتبر خطا مطبعي وراجع الحكايه دي برده معانا ما دام كتب كلمة thousands يبقى لازم يشتغل زي دي كده يعني يكتب هنا thousands انت كتبت هنا thousands يبقى الميسنج نمبر هنا 75 وده غريب على كتاب المعاصر ان يكون فيه اخطاء مطبعيه وراجع دي برضه فالانسر معلش هنعدلها اهي نخليها 75 بس يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. نمبر 9 بيقول لي which of the following expressions represents the opposite model؟ الموديل اللي قدامنا ده هنحاول نكتب التو two طبعا انت عندك موديل واحد بس معنى كده ان انت عندك ان two numbers less than مستر 1 بالنسبه للون البنك. عندك تو كولومز يعني انت عندك كده تو ان تنث فهتكتبها 0.2 طب كام في ال 100 هتعد 1 2 3 يبقى 3 ان 100 يبقى احد 2 نمبرز المفروض يكونوا موجودين 0.23 طيب النمبر الثاني بلس عندك 1 10 اهي بلس 1 2 3 4 5 يبقى 15 يبقى المفترض التو نمبرز الموجودين عندي 0.23 1500 فالإجابة عندي هتكون بي خد بالك إنك بتحل السؤال وبعدين بتختار الأنسر الصحيح. نمبر 10 سؤال مهم جدا هو مديني التو نمبرز وعامل لهم ادنج ومديني السم بس في ميسنج نمبر موجود هنا ازاي اقدر اجيب الميسنج نمبر ده؟ ابسط طريقه عشان تقدر تجيب الميسنج نمبر انك تجيب الادند المجهول بحاله طب ازاي بتعمل سبتراكتنج ودي ابسط طريقه ممكن تشتغل بيها يعني انت هتكتب كده برغم ان احنا احنا شرحنا السبتراكتنج تقريبا الحصه اللي فاتت يعني ممكن ترجع للسبتراكتنج لو انت عندك مشكله فانت هتكتب كده 8.01 ده السم ماينس 1 ادند واحد موجود فيهم اللي هو 4.74 4.74 خد بالك align the two numbers above each other عشان ما تغلطش هنا هتلاقيه by renaming cut 8 and write 7 cut 0 and write 9 cut 1 and write 11 you can subtract 11 minus 4 is equal to 7 9 minus 7 equals 2 bring down the decimal point 7 minus 4 equals 3 يبقى النمبر المفروض يكون موجود 3.27 يبقى الميسنج digit خد بالك هنا خد بالك هنا ان انت عندك هنا ميسنج digit مش نمبر كامل بس احنا جبنا النمبر كامل فالميسنج missing هنا هتلاقيه 2 يبقى الانسر عندك هتلاقيه ب اهو then the missing digit equals 2 are or, or is 2 بعض الناس بتجيبها ان مينتال ماث طب ازاي؟ بيعمل ادينج عادي جدا 7 plus 4 equals 11 write 1 and 1 over 7 it will be eight. 8 plus وات equals 0, يبقى المفروض 0 ده 10. يبقى 8 plus 2 equals 10. write 0, bring it down to the decimal point, 1 over 3. it will be 4. 4 plus 4 equals 8. تمشي معاها. يبقى المسنج نمبر هتلاقيها 2. مشيت كده ماشي، مشيت زي الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي ماشي برضه. لان دي بنستخدمها ان شاء الله في الايكويشنز في unit 2. نمبر 11. The estimation of is what? عشان تعمل استيميشن للسم قدامك طريقتين في طريقة صعبة وفي طريقة سهلة هنا لو بصيت للاختيارات كلها هتلاقيها whole numbers يبقى انت هتستخدم rounding to the nearest ones وبالتالي هنا بعض الناس بتعمل adding دي الطريقة الصعبة وبعدين تعمل استيميشن للvalue يعني لحد ما بتلاقي هي بتديك accurate value أكتر ولكن الاسهل انك انت بتعمل استيميشن لكل نمبر باي يوزنج راوندنج وبعدين بتعمل ادي بالنسبه للفيرست نمبر هيبقى 50 طب 50 ليه لان انت عندك التينث بليس 8 والونس بليس 9 قلنا 5 or more just change the underlined digit or rounding digit to be the next digit ف 49 plus 1 هيديك 50 طب بالنسبه للتاني هيديك 50 برضه المنتال ماث 50 plus 50 equals 100 يبقى الاستيميشن هنا صح هتلاقيه 100 يبقى الانسر عندك هتلاقيها نمبر number 12 نمبر number 12 زي نمبر 10 نفس الاسلوب اللي احنا بيه نمبر 10 الاول الاسلوب الاولاني يعني هو نفسه الاسلوب اللي بيه نمبر 12 14.27 plus what equals 15.89 يبقى علشان نجيب الميسنج ادنت كل اللي أنا هنعمله نعمل سبتراكشن هياخد السم اللي هو 15.89 ماينس الجيفن ادن اللي هو 14.227 بكتب هنا 14.27 وبعد كده بعمل سبتراكتنج عادي جدا 9 7 equals 2 8 2 equals 6 bring down the decimal point 15 14 equals 1 يبقى الانسر عندك 1.62 يبقى الميسنج نمبر هنا 1.62 ممكن تختاروا الاول اللي هو سي وبعدين تكتبوا في النقط بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده متنسوش لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تعملونا لايك وشير للفيديو سبسكرايب للقناة